انشغالات بالجملة خاصة الواقعة التنموي رفعها قاطن بلدية الأزهرية جراء تسجيل غياب في المرافق الضرورية كمحطة النقل والسوق الأسبوعي. التنمية في الأزهرية مكانش، لا سكنات، لا سوق أسبوعي، لا محطة نقل المسافرين، ما عندنا والو. في عمري 30 سنة من نهار اللي زدت ما شفت والو في هذه البلدية، بلدية من عدمة خاصة بزاف نعاقس سيرتو التنمية. هنا الأزهرية هذه كانت في 1990 كانت فيها 18000 نسمة، 20000 دروك رانا في 2022 داخلين 2023 راهي فيها 9000، الناس قاع هجرت منها قاع راحت. أمام عديد المطالب التي تم التصريح بها هناك غياب في الجانب الخدماتي لبعض المصالح مما زاد من معاناة المواطنين. تريسين تيكا خلصوا نطلعوا البوجب ونعم نخلصوا، ما كاش وين نخلصوا هنايا كازورال ما كاش، كاين شي ولا كلينيك اللي كان شويه ولا البريد وين نخلصوا وهذا ما كان. 70 كيلو لا تيسمسيل نسافروها يوميا من اجل قضاء حاجه بسيطه، وثيقه بسيطه، وحنا عندنا مرافق فارغه هنايا. بالنسبه للسوق نفس الشيء، هناك دراسه على كل حال، في قيد الدراسه ثاني تخضع الى عمليه الاقتطاع لانها خارج المحيط العمراني لبلده الزهريه. اما بالنسبه للساكن هذا الملف هذا هو في قيد الدراسه. فيما يخص الجانب الخدماتي قمنا باجراءات مع مؤسسه سون الغاز وجزائر المياه، الاجراءات قلنا جاريه وستفتح هذه المصالح وهي عباره عن شبابيك. هي مطالب أريد بها الدفع بعجلة التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن على أمل أن تكون هناك التفاتة جادة تقضي برفع الغبن عن قاطن دائرة الأزهرية.